الرصيد المسرحي التونسي سلسلة تصدرها وزارة الثقافة وتسعى إلى نشر الأعمال المسرحية الكاملة لكل الكتاب والمترجمين التونسيين الذين اكتملت أعمالهم اكتمالا. في هذا المجال يأتي كتاب رواد التأليف المسرحي في تونس الذي جمع نصوصه وقدمها وعلق عليها عز الدين المدني ومحمد إسقانجي. النصوص المختارة في هذا الكتاب هي لمؤلفين يعتبرون من الواضعين الأول للتأليف المسرحي التونسي الذي استغرق بناؤه نصف قرن من الزمن من بداية القرن إلى منتصف الخمسينات تقريباً، وهم محمد الجعايبي صاحب مسرحية السلطان بين جدران يلدز، ومحمد الحبيب صاحب مسرحية الواثق بالله الحفصي، وأحمد خير الدين صاحب مسرحية بدر الدجى، وزين العابدين السنوسي صاحب مسرحية فتح إفريقية، وخليفة اسطنبولي صاحب مسرحية زيادة الله الأغلبي، وعلي الدعاجي صاحب مسرحية راعي النجوم، وعبد الرزاق كرباكا صاحب مسرحية ولادة وابن زيدون، وأحمد المختار الوزير صاحب مسرحية المنصور ابن أبي عامر، ومحمد أحمد بورقعة صاحب مسرحية التوبة، وعامر التونسي صاحب مسرحية معركة الذهب. ووجه الأهمية في هذه النصوص كامن في معنى الريادة، إذ لا تعني السبق فحسب، وإنما تعبر عن صور من الوعي التاريخي بمعنى المبادرة التي أقدم عليها هؤلاء الرواد، وبالدور الذي كان مناطاً بعهدتهم عند إقدامهم على فعلهم ذاك. ووجه الأهمية الثاني في هذه النصوص أنها أرفقت بمعلومات ثرة تتعلق بالنص تقدمه وصاحبه تعريفاً به وتنزيلاً له منزلته من الحركة المسرحية القائمة. رواد التأليف المسرحي في تونس عمل من شأنه أن يوفر للجمهور الواسع ما به يمكن أن يكتشف الإنجازات المسرحية للكتاب التونسيين الرواد، ويمكن الباحثين والدارسين من مصادر دقيقة عند تقييم المنجز المسرحي التونسي.